السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. نبدأ اليوم المحاضرة السادسة ونتحدث، كنا قد انتهينا المحاضرة الخامسة حضرة الأمس عن انقضاء الشركة، وتحدثنا عن الأسباب العامة للانقضاء والأسباب الخاصة، ثم تحدثنا عن الآثار التي تترتب على انقضاء الشركة، وتفصيلا تحدثنا عن تصفية الشركة وقسمة أموال الشركة وتقادم دعوى المسؤولين. نريد في هذه المحاضرة أن نتحدث عن اكتساب الشركة الشخصية المعنوية، اكتساب الشركة الشخصية المعنوية، وما ونتعرف على متى تكتسب الشركة هذه الشخصية وماذا يترتب على اكتساب الشركة الشخصية المعنوية. كل هذه الأحكام نتحدث عنها في إطار نظام الشركات السعودي 1437 هجري. ثم الشخصية المعنوية أو الشخصية الاعتبارية. الشخص المعنوي أو الشخص الاعتباري شخص قانوني يتم تكوينه بواسطة عدد من الأشخاص الاعتباريين للقيام بعمل محدد، ومن أمثلة الشخص الاعتباري الشركة. شخص قانوني يتم تكوينه أو تأسيسه بواسطة عدد من الأشخاص الطبيعيون للقيام بعمل محدد. تكتسب الشركة الشخصية المعنوية أو الاعتبارية بعد غيدها في السجل التجاري، وهو وفقا لما ورد في المادة 14 الفقرة واحد، أن تكتسب جميع الشركات ما عدا شركة المحاصة الشخصية الاعتبارية بعد قيدها في السجل التجاري. هذا هو الشرط الأساسي الذي نركز عليه، أن كل الشركات بعد ما يتم قيدها في السجل التجاري تكتسب الشخصية الاعتبارية ما عدا شركة واحدة، هي شركة المحاصة. شركة المحاصة هذه لو لاحظنا أنه قلنا لا يكتب عقد تأسيسها ولا يتم شهرها، وأيضا لا تكتسب الشخصية المعنوية أو الشخصية الاعتبارية. يترتب على اكتساب الشركة للشخصية المعنوية أو الاعتبارية عدد من الآثار. أول أثر من هذه الآثار الاسم، بمعنى أن الشركة عندما تشترط الشخص اعتباري أو معنوي يكون لها اسما، والاسم هذا في حالة الشركات الأشخاص يكون مستمد من اسم واحد من الشركاء أو أكثر مضافا إليه ما يدل على أنها شركة، مثل أحمد وشركاؤه، أحمد وإخوانه، أحمد وأبنائه، هذه هي شركة، شركة أشخاص. أما شركات الأموال فاسمها يستمد من غرضها، مثلا نقول الخطوط الجوية السعودية، نعرف على طول أن هذه الشركة تعمل في مجال النقل الجوي. الشركة السعودية للأسمنت، نعرف أن هذه الشركة تعمل في مجال صناعة الأسمنت. وإذا كانت الشركة ذات مسؤولية محدودة يجب أن يضاف إلى اسمها أنها ذات مسؤولية محدودة. أيضا من الآثار التي تكتسبها الشركة الذمة المالية للشركة. كما الشخص الطبيعي له ذمة مالية، الشركة تكون لها ذمة مالية. والذمة المالية نعني بها مجموع مال الشركة من حقوق والتزامات مالية حالية أو مستقبلية، هذا ما يسمى بالذمة المالية للشركة. والذمة المالية للشركة تعتبر هي ضمان عام لدائني الشركة، يعني اللي يطلب الشركة أموال يجب أن أو تكون لديهم ديون على الشركة، يجب أن يطالبوا الشركة بسداد هذه الأموال، ولا يحق لهم مطالبة مدير الشركة أو قيده في هذا الحال. أيضا موطن الشركة، كما الشخص الطبيعي لديه موطن، الشركة لديها موطن، يعني ممكن نقول أن العنوان الوطني أيضا الشركة يكون عندها عنوان وطني،
وموطن الشركة نفسه به المكان الذي يوجد فيه المقر الرئيسي لإدارة الشركة. يعني لو سئلنا عن STC نقول أن موطنها مدينة الرياض في حي المرسلات لأن هذا المقر الرئيسي لإدارة الشركة. أهمية الموطن من ناحية قانونية من هو إليه تصدر التصرفات القانونية التي يعتد بها، هذا واحد. ثانيا الدعاوى يمكن أن ترفع في المحكمة اللي موجود في دائرتها موطن الشركة. الأثر الرابع أهلية الشركة. الشركة لديها أهلية، وأهلية الشركة تكون محصورة في نطاق غرضها. يعني شركة تم تأسيسها من أجل أن تعمل في مجال النقل، إذا لديها أهلية للعمل في مجال النقل على وجه التحديد. شركة تم تأسيسها لكي تعمل في مجال الاتصالات، إذا لديها أهلية في مجال الاتصالات. أيضا الشركة لديها جنسية، وجنسية الشركة هذه يتم تحديدها بموجب القانون الذي تم تأسيسها به. يعني شركة تم تأسيسها في المملكة بموجب قانون الشركات السعودي، إذا هذه شركة سعودية. شركة موطنها في المملكة العربية السعودية، إذا هذه شركة سعودية. طيب ماذا تفيد الجنسية بالنسبة لنا من ناحية قانونية؟ الجنسية بتساعد في تحديد القانون الواجب التطبيق على الشركة. يعني شركة سعودية معناته نطبق عليها في كل أعمالها الأنظمة السعودية. أيضا الشركات الوطنية بتلقى نوع من أنواع التميز في المعاملة من دولتها حماية لها من الشركات الأجنبية لكي تنافس في أسواق العمل الوطنية والدولية. الأثر السادس هو تمثيل الشركة. الشركة كشخص اعتباري لا يستطيع أن يعبر عن إرادته بنفسه، فلذلك لا بد أن يعبر عن إرادة الشركة شخص طبيعي. فلذلك الشركات بتختار من أعضاء مجلس إدارتها من هو يعتبر ممثل لها أو متحدث باسمها أو ناطق رسمي باسمها أو هو الذي يتفاوض باسمها ويعلن إعلاناته المختلفة باسم الشركة، ولا بد أن يكون شخصا طبيعيا. الشخصية المعنوية أو الاعتبارية للشركة بتنقضي، ويترتب على هذا الانقضاء آثار. عايزين ابتداء نشوف ما هي أسباب انقضاء الشركة. وانقضاء الشركة نعني به انحلال الرابطة القانونية بين الشركاء، لأنه جماعة تأسيس الشركة دون عقد بين اثنين أو أكثر. الآن الانقضاء يعني حل هذا العقد بين الشركاء. وتنقسم أسباب الانقضاء إلى قسمين رئيسيين: الأسباب العامة للانقضاء، وهذه تنقضي بها جميع الشركات، شركات الأشخاص وشركات الأموال، شركات المدنية والشركات التجارية. وتنحصر أسباب الانقضاء وفقا لما ورد في المادة 16 في الآتي: أولا انقضاء المدة المحددة لها. أحيانا الشركات بيتم تحديدها بفترة زمنية معينة، يعني الشركاء من تلقى نفسهم يقولوا نحن عمر الشركة تبعنا هذه 10 سنوات، بعد ما تنتهي 10 سنوات تنقضي الشركة. إذا أراد الشركاء استمرارية هذه الشركة عليهم أن يعلنوا ذلك قبل انتهاء المدة المحددة. أما إن لم يعلنوا وانقضت المدة المحددة وبعد ذلك أتوا لكي يعلنوا رغبتهم في الاستمرارية، في هذه الحالة نقول لهم أن الشركة قد انقضت وعليكم أن تبدأوا في إجراءات تأسيس شركة جديدة. ثانيا تحقق الغرض الذي أسست من أجله الشركة أو استحالة تحققه. يعني تم تأسيس شركة من أجل القيام بعمل محدد، بمجرد ما تنتهي الشركة من هذا العمل تنقضي. يعني مثلا الآن مشروع القطار في مدينة الرياض، إذا تم تأسيس شركة من أجل أن تقوم بهذا المشروع، بمجرد أن تنتهي هذه الشركة من هذا المشروع تنقضي. إذا أراد القائمون على الأمر أن تنقل هذه الشركة عملها إلى مدينة أخرى، عليهم أن يعلنوا ذلك قبل انقضائها من المشروع. أما إذا انقضى المشروع وأرادوا الاستمرارية فأسس شركة جديدة. أحيانا غرض الشركة يصبح مستحيل التحقق، واستحالة التحقق غرض الشركة يعني لأسباب مختلفة. يعني مثلا يتم تأسيس شركة من أجل العمل في مجال الصرف،
قبل أن تزاول عملها يصدر نظام يحظر على الشركات الخاصة أن تعمل في مجال الصرف. إذا هنا غرض الشركة أصبح مستحيل وبالتالي تنقضي الشركة. السبب الثالث انتقال جميع الحصص أو جميع الأسهم إلى شريك أو مساهم واحد. نحن بنعرف أن الشركة عقد، ولما نقول أنها عقد ذلك يعني أقل عدد الشركاء فيها اثنين. فإذا وجدت شركة اجتمعت الحصص كلها في يد واحد من الشركاء تنقضي ما لم يوفق هذا الشريك أوضاعه خلال فترة زمنية محددة. 4 اتفاق الشركاء على حل الشركة. أصلا الشركة تم تأسيسها بموجب اتفاق الشركاء، لذلك لا نرى أن هنالك مانع إذا اتفق هؤلاء الشركاء على حل الشركة بشرط أن يوفي هؤلاء الشركاء بالالتزامات والديون الموجودة على عاتق الشركة. 5 اندماج الشركة في شركة أخرى، والاندماج بيؤدي لانقضاء الشركات. وعنده صورتين، إما أن يكون اندماج عن طريق الضم أو اندماج عن طريق المزج. الاندماج عن طريق الضم مثلا عندنا شركتين ألف وباء. الشركة ألف قامت بضم الشركة باء إليها، في هذه الحالة تنقضي الشخصية الاعتبارية أو المعنوية للشركة باء وتبقى الشركة ألف في هذه الحالة. أما المزج تكون شركتين ألف وباء، تنقضي الشخصية المعنوية للشركة ألف وتنقضي الشخصية المعنوية للشركة باء وتنشأ إنابة عنهم شركة جديدة تسمى الشركة جي. السبب الأخير هو صدور حكم قضائي بحل الشركة أو بطلانها بناء على طلب أحد الشركاء. أحيانا الشركات بتحدث فيها نزاعات داخلية بين المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة، ولا تجد طريق إلى أن يتم تسويقها بطريقة ودية، وفي هذه الحالة يجوز لأحد الشركاء أن يتقدم بطلب للمحكمة للتدخل لتسوية الأمر داخل الشركة أو حلها. المحكمة تنظر في النزاع الدائر، وإذا وجدت أن هنالك إمكانية لتسوية النزاع بين الشركاء بأي إجراء من الإجراءات المقبولة تتدخل. أما إذا تعذر الأمر أمامها فتعذر الأمر لا يوجد أمامها إلا أن تأمر بحل الشركة ومن ثم الدخول في تصفية لهذه الشركة. إذن هذه أسباب الانقضاء العامة التي تنقضي بها جميع الشركات، سواء كانت شركات أشخاص، شركات أموال، سواء كانت شركات مدنية، شركات تجارية. النوع الثاني من أسباب الانقضاء هي أسباب الانقضاء المبنية على الاعتبار الشخصي، أو بنسميها أسباب الانقضاء الشخصي. هذه تنقضي بها فقط شركات الأشخاص دون غيرها من الشركات، واللي هي 3 أشكال: شركة التضامن، شركة التوصية البسيطة، وشركة المحاصيل. وتتمثل هذه الأسباب في النقاط 3. أول سبب وفاة أحد الشركاء، بمعنى أنه في شركة من أي شركة من شركات الأشخاص إذا توفي أحد الشركاء تنقضي الشركة. والسبب في ذلك لأن هذا الشريك المتوفى كان هو مصدر ثقة ومحل اعتبار شخصي في تكوين الشركة، لا ينوب عنه أحد آخر. كما أن الذمة المالية للشركة قد تأثر بوفاة هذا الشريك، إلا أنه إذا اتفق الشركاء عند تأسيس الشركة ونصوا على ذلك في عقد التأسيس أنه في حالة وفاة أحد الشركاء لا تنقضي الشركة، وإنما تستمر بإخراج حصة الشريك المتوفى لورثته أو بقبول ورثة هذا الشريك المتوفى كبديل بالنسبة لمورثه. 2 أو باء الحجر على أحد الشركاء. الحجر يا جماعة عادة بيكون الإنسان يمكن أن يصل إلى سن لا يحسن فيه التصرف في ماله، فالأفراد الأسرة بيستصدروا أمر من المحكمة بعد الإثبات على أن هذا الشخص يكون لديه وصي. والإعسار أن الشخص قد فشل في سداد ديون مدنية، والإفلاس أن الشريك قد فشل في سداد ديون تجارية. إذا وقع أي من الأسباب هذه
يؤدي إلى أن الشركة في الأشخاص تنقضي. ليه؟ لأن الاعتبار الشخصي لم يعد موجودا في حالة الحجم، وأن الإعسار والإفلاس يؤدي إلى إفلاس الشركة، لأن الذمة المالية للشركة والذمة المالية للشركاء في هذه الحالات متحدة. ما لم يتفق الشركاء عاد يعرض الشركة على الاستمرارية إذا وقعت في من هذه الحالات. أخيرا انسحاب أحد الشركاء، والانسحاب له ضوابط، يعني إنه إذا أراد أن ينسحب يتعين عليه أن يفطر الشركاء من وقت كافي، ويجب أن لا يكون هذا الانسحاب منطوي على سوء نية. فإذا استوفى هذه الشروط وانسحب تنقضي الشركة، ولم ينص الشركاء على الاستمرارية في الشركة في حالة الانسحاب. هذه هي أسباب الانقضاء. إذا انقضت الشركة يترتب على هذا الانقضاء آثار، والآثار تتمثل في تصفية الشركة وقسمة أموالها. نتحدث أولا عن تصفية الشركة كأثر من آثار الانقضاء. التصفية نعني بها تسييل أموال الشركة اللي هي جاية من liquidation، liquid سائل، liquidation تسييل، وتسييل الأموال يعني تحويلها إلى أموال سائلة، إلى أموال نقدية. والتصفية تعني إنهاء عمليات الشركة وحصر موجوداتها واستيفاء حقوقها وسداد ديونها كاملة. يعني من تدخل الشركة بعد الانقضاء في التصفية تتوقف كل عمليات الشركة الجديدة، وتحصر كل أموال الشركة العينية والنقدية، ونستوفى كل حقوقها على الآخرين، ونسدد ديونها، ونحول الأموال العينية إلى أموال نقدية تمهيدا لجسمها. أهم جزئية نذكرها أن خلال فترة التصفية تحتفظ الشركة بشخصيتها المعنوية، والغرض من الاحتفاظ بالشخصية المعنوية أن تستطيع الشركة إكمال عملية تصفيتها، لأن تحتاجها. إذا انقضت شخصيتها المعنوية يغلق حسابها في البنك، ولا تستطيع أن تغادر الغير، ولا تستطيع أن تطالب الغير أيضا بالتزاماتها. التصفية لديها أنواع. عندنا تصفية اختيارية وتصفية غضائية. التصفية الاختيارية هذه قد يكون منصوص عليها في نظام الشركة أو في عقد الشركة، أو قد يتفق عليها الشركاء لاحقا. أما التصفية الغضائية فهذه يصدر بها قرار من المحكمة في حال طلب من المحكمة أن تتدخل لتصفية عمل الشركة وتأمر بحلها أو يتم تصفيتها. من الذي يقوم بتصفية الشركة؟ تصفية الشركة يقوم بها شخص يسمى مصفي. مصفي هذا قد يكون مستشار قانوني أو محامي، أو قد يكون محاسب قانوني. بيتم تعيينه بموجب طريقة التصفية، يعني إذا منصوص عليها في عقد التأسيس بيوضح عقد التأسيس كيف يعين، وإذا منصوص على التصفية في نظام الشركة النظام بيوضح كيف يعين، وإذا كانت الجمعية العامة هي التي قالت التصفية هي التي تحدد، أما إذا المحكمة تدخلت في التصفية هي التي تقوم بتعيين المصفي. عندما تعين المصفي بتحدد سلطاته وواجباته ومكافاته. فترة التصفية يجب أن لا تزيد عن 5 سنوات، وإذا امتد عمل التصفية لأكثر من 5 سنوات يتعين على المصفي أن يتقدم بطلب للسلطة المختصة في القضاء لكي يوافق على تمديد فترة التصفية إلى ما يزيد عن 5 سنوات. مصفي عنده سلطات وواجبات. أول واجباته أن يقوم بشهر تعيينه مصفي، يعني يعلن في موطن الشركة في صحيفة أنه تم تعيينه مصفي لهذه الشركة، ويطالب بأن الأشخاص لديهم حقوق وعليهم واجبات الشركة أن يتقدموا ما يثبت ذلك. أيضا من واجباته أن يقوم بتحويل موجودات الشركة إلى مال نقدية، ولا يحق له أن يبيع أموال الشركة بالجملة، ولا يجوز له أن يبدأ عملا جديدا، والشركة مطالبة بأن تلتزم بكل أعمال المصفي التي تدخل في حدود سلطاته. وستنتهي صلاحية المصفي بإتهام مدة التصفية التي حددها النظام.
طبعا مطالب انه يسدد الديون، مطالب بانه يقدم تجريد بصوره دوريه للشركاء عن موقف التصفيه في الشركه. بعد انتهاء من عمليه التصفيه بيعلن ايضا انه قد انتهى من عمليه التصفيه بذات الاليه التي اعلن بها انه تم تعليمه المصرف. بعد انتهاء عمليه التصفيه الشركه بتدخل في قسمة الاموال، ما خلاص اصبحت عندنا اموال نقديه موجوده كاملة. هذه الأموال النقدية بنقوم نقسمها على الشركاء، نقسمها والقسمة تبدأ بإرجاع الحصص لأصحابها. يعني أي مساهم في رأس مال الشركة بحصة محددة نقوم نرجع له الحصة، اللي قدم حصة نقدية ترد له الحصة النقدية، واللي قدم حصة عينية على سبيل التمليك نديه قيمة هذه الحصة، واللي قدم حصة عينية على سبيل الانتفاع ترد إليه أصل حصته. في هذا الحال والشركاء بالعمل ليست لديهم حصص، لذلك لا يأخذون شيئا من رأس المال. بعد تنتهي عملية إرجاع الحصص لأصحابها ننظر إذا تبقى مال يعتبر أرباح نوزع على الشركاء بنسبة بما هو متفق عليه بينهم، وإذا كان المبلغ دون ذلك ذلك يعني أن هنالك خسارة نقوم بإرجاع الخسارة، نرجع على الشركاء كل واحد نأخذ منه نصيب من هذه الخسارة. الجزئية الأخيرة هي تقادم دعوة الناشئ عن الشركة. يعني إذا انتهى المصفي من أعمال التصفية وقام بالإعلان على أنه انتهى من عمليات التصفية ومضت 3 سنوات على ذلك أو 5 سنوات على انتهاء التصفية وشطب الشركة للسجل، يتعذر على أي شخص أن يرفع دعوة في مواجهة الشركة أو الشركاء أو مجلس الإدارة يطالب بموجبها بحقوق له، إلا في الحالات الاستثنائية وجود حالتي الغش أو التلوير يجوز سماع الدعوة والتأكد مما إذا كان هنالك حق أم لا. بلا نحن بنكون قد انتهينا من النظرية العامة للشركة، نريد أن نبدأ دراسة تفصيلية في كل شركة من الشركات لكي نوضح ما هي أحكام الشركة، ونبدأ بشركات الأشخاص. شركات الأشخاص عندنا هي 3 شركات: شركة التضامن، التوصية البسيطة، المحاصي. نبدأ أولا بشركة التضامن. تعرف شركة التضامن على أنها شركة بين أشخاص من ذوي الصفة الطبيعية، يكونون مسؤولين شخصيا في جميع أموالهم بالتضامن عن ديون الشركة والتزاماتها، ويكتسب الشريك فيها صفة التعريف. هذا هو تعريف شركة التضامن. هذا التعريف نشرحه تفصيلا من خلال الخصائص الآتية. الخاصية الأولى أن شركة التضامن تتكون من أشخاص طبيعيون بمعنى بشر، يعني لا يجوز أن تكون هنالك شركة وشركة يكون شركة التضامن، لا بد من أشخاص طبيعيون هم الذين يكونون شركة التضامن. هذا 1. 2. المسؤولية المطلقة والتضامنية عن ديون الشركة، بمعنى أن الشركاء في شركة التضامن مسؤوليتهم تتعدى حجم حصصهم في رأس المال إلى أموالهم الخاصة، دي مسؤولية مطلقة. يعني لو مساهم بمئة ريال والشركة خسرت 1000 ريال أنت مطالب مع بقية الشركاء لسداد 1000 ريال، وتضامنية يعني كل الشركاء يجتمعون في المساهمة في سداد ديون الشركة. ويجوز مطالبة الشريك في أمواله الخاصة عن ديون الشركة لكن بحالات محددة. الشرطين: الشرط الأول أن يكون الدين ثابت في ذمة الشركة، والشرط الثاني أن تطالب الشركة بسداد الدين وتعجز عن هذا السداد. أيضا عندنا أحكام أخرى، إذا انضم شريك جديد لشركة التضامن يطالب بالديون المستحقة عن الشركة قبل وبعد انضمامه. يعني شريك انضم للشركة حديثا بعد انضمامه بشهر في ديون قديمة عن الشركة، هل يساهم مع الشركاء في سدادها؟ نعم. أيضا إذا انسحب شريك من الشركة ما تكون مسؤول عن ديون الشركة والتزاماتها التي تنشأ بذمتها بعد، يعني انسحب من الشركة وأعلن للملأ أنه انسحب من الشركة، أي ديون
تنشأ بعد انسحابه هو ما يكون مطالب بها إلا إذا لم يعلن عن هذا الانسحاب. الحالة الثالثة إذا تنازل الشريك عن حصته في رأس المال لا يكون مسؤولا عن ديون الشركة إلا إذا كان دائمي الشركة أصروا على عدم قبول تنازله عن هذه الحصة. الأثر الخاصية الثانية دخول اسم الشريك في عنوان الشركة. يا جماعة شركة التضامن من شركات الأشخاص وهي من الشركات التي قلنا أن اسمها أو عنوانها يتكون من اسم واحد أو أكثر من الشركاء مضافا إليه ما يدل على أنها شركة، مثلا أحمد شركاؤه وغيره في هذا المسمى. وإذا ظهر اسم أي شخص في عنوان شركة التضامن وهو لم يكن شريكا ولم يبادر بتصحيح هذا الوضع أصبح مسؤولا مع بقية الشركاء وكأنه شريكا متضامنا لهذه الشركة. خاصية ثالثة عدم قابلية حصة الشريك للانتقال. شركة التضامن من شركات الأشخاص أي أنها شركة تقوم على الاعتبار الشخصي بين الشركاء، فيحظر على الشريك أن يقوم بالتنازل عن حصته لشخص من خارج الشركة لأن هذا يؤثر في الاعتبار الشخصي. الاستثناء أنه يجوز أن يتم هذا التنازل لكن بمراعاة القيود التي وردت في نص في عقد ورد المنصوص عليها في عقد التأسيس. خاصية الرابعة اكتساب الشريك صفة التاجر. شركاء في شركة التضامن يكتسبون صفة التاجر. ليه؟ لأن التاجر مسؤوليته مطلقة في ديونه والتزامات بتجاره، وهكذا الشريك في شركة التضامن لذلك يكتسب الصفة، وعندما يكتسب الصفة يتحمل بالتزامات التاجر. كيف تكون شركة التضامن؟ يتم تكوين شركة التضامن عن طريق كتابة عقد تأسيسها أمام كاتب عدل، ويكون هذا العقد مستوفي لكل الأركان الموضوعية العامة الأربعة والأركان الموضوعية الخاصة الأربعة والأركان الشكلية الاثنين، ومن ثم يتم شهرها لدى الموقع الإلكتروني لوزارة التجارة والاستثمار. إدارة شركة التضامن يتم تعيين مدير لهذه الشركة واحد أو أكثر من مدير، قد يكون هذا المدير من الشركاء أو من غير الشركاء، قد ينص على تعيينه في عقد تأسيس الشركة أو في عقد مستقل. إذا كان المدير من الشركاء وتم تعيينه في عقد تأسيس الشركة يعتبر مدير اتفاقي، نعتبره مدير اتفاقي في هذا الحال، والمدير الاتفاقي هذا لا يجوز عزله إلا بأمر قضائي، في هذه الحالة تنقضي الشركة. أما إذا كان المدير من غير الشركاء ولم ينص تعيينه في عقد تأسيس الشركة ففي هذه الحالة يسمى مدير غير اتفاقي، يجوز عزله باتفاق الشركاء دون الحاجة إلى قرار من المحكمة المختصة. وفي كل الأحوال يجوز للمدير أن يعتزل، في عزله في اعتزال. اعتزال العمل بالنسبة للمدير بيكون اختيارا، لكن لا يجوز للمدير الاتفاقي أن يعتزل إلا لأسباب يقبلها بقية الشركاء، ويحصل اعتزاله في هذه الحالة تنقضي الشركة. المدير الاتفاقي غير اتفاقي يجوز له الاعتزال لكن في أوقات تكون لأسباب مقبولة وفي أوقات تكون مناسبة، ولا ينقضي عقد الشركة في حالة الاعتزال. سلطات المدير إنه من حقه عند سلطاته واجبات، لكن النظام حظر عليه بعض الأعمال مثل التورعات إلا الصغيرة، كفالة الشركة الغير، اللجوء إلى التحكيم والتصالح على الحقوق، هذه جميعها تحظر على المدير إلا بموافقة بقية الشركاء على هذا العمل. توزع الأرباح والخسائر، توزع الأرباح والخسائر وفقا لما تم الاتفاق عليه بين الشركاء، وإن لم يكن هنالك اتفاق بنرجع إلى النظام العام للشركات، فيه يتم
توزيع الأرباح والخسائر، واللي هي غالبا ما تكون بنسبة حصص الشركاء ورأس مال الشركة. تنقضي شركة التضامن بأسباب الانقضاء العامة لأنها من الشركات المنصوص عليها في نظام 37، كما تنقضي بأسباب الانقضاء الخاصة لأنها واحدة من شركات الأشخاص. لكن إذا نص النظام أنها لا تنقضي بذلك فيعمل بما هو متفق عليه. النوع الثاني من أنواع شركات الأشخاص هي شركة التوصية البسيطة، وهذه الشركة تتكون من فريقين من الشركاء، فريق يضم على الأقل شريكا متضامنا ومسؤولا في جميع أمواله عن ديون الشركة والتزاماتها، وفريق آخر يضم على الأقل شريكا موصيا لا يكون مسؤولا عن ديون الشركة والتزاماتها إلا في حدود حصته في رأس مال الشركة، ولا يكتسب الشريك الموصي صفة التعزيز. إذا نحن الآن أمام شركة تختلف عن شركة التضامن، كلاهما شركة أشخاص، لكن وجه الاختلاف أن شركة التوصية البسيطة فيها فريقين من الشركاء، فريق هم شركاء متضامنون وفريق آخر شركاء موصون. نشوف ما هي خصائص هذه الشركة من حيث وجود نوعين من الشركاء فيها. أولا عنوان الشركة، يتكون عنوان شركة التوصية البسيطة من اسم واحد أو أكثر من الشركاء المتضامنون فقط، ولا يظهر اسم أي من واحد من الشركاء الموصون في عنوان الشركة. وإذا ظهر اسم شريك موصي في عنوان الشركة ولم يبادر بتصحيح هذا الوضع يصبح وكأنه في حكم الشريك المتضامن، يتحمل المسؤولية كاملة بعد وفيه الشركاء المتضامنين. خاصية أخرى عدم اكتساب الشريك الموصي صفة التاجر، شريك الموصي لا يكتسب صفة التاجر لأن مسؤوليته محدودة بحجم حصته في رأس مال الشركة، بينما يكتسبها الشريك المتضامن. خاصية الرابعة أن مسؤولية الشريك الموصي محدودة، بمعنى أن الشريك الموصي في شركة التوصية البسيطة إذا قدم حصة مقدارها 100 ريال والشركة خسرت 1000 ريال ففي هذه الحالة يكون مسؤولا عن ديون الشركة في حدود 100 ريال لا أكثر، بينما نجد مسؤولية الشريك المتضامن مسؤولية كاملة تضامنية عن أموال والتزامات الشركة. الشريك الموصي يحق له أن يتنازل عن حصته لأي من الشركاء الآخرين في الشركة، ولكن لا يجوز له أن يتنازل عن حصته للغير إلا بتوافر شرطين. الشرط الأول موافقة جميع الشركاء المتضامنين في الشركة وموافقة أغلبية الشركاء الموصين، هم اللي حق لهم الموافقة. إذا دين وافقوا يحق له أن يتنازل عن حصته لأي شخص من خارج الشركة، لم يوافقوا لا يتم التنازل. أهم جزئية نريد أن نوضحها في إدارة شركة التوصية البسيطة أن إدارة الشركة يتولاها الشركاء المتضامنون، ولا يشق لشريك موصي أن يتدخل في الإدارة الخارجية لشركة التوصية البسيطة. ولعل الهدف من ذلك أو السبب من وراء ذلك أن مسؤولية الشريك الموصي محددة بحجم حصته في رأس المال، والإدارة الخارجية لشركة التوصية البسيطة تتطلب مدير يكون مسؤول مسؤولية غير محدودة. أما إذا أراد أن يشارك في الإدارة الداخلية للشركة فله ذلك. تنقضي شركة التوصية البسيطة بأسباب الانقضاء العامة لأنها واحدة من الشركات المنصوص عليها في نظام الشركات، ولا تنقضي بأسباب الانقضاء الخاصة إلا إذا نص نظام الشركة على ذلك لأنها هي واحدة من شركات الأشخاص. ننتقل للحديث
عن النوع الثالث من أنواع شركات الأشخاص وهي شركة المحاصيل. وهذه الشركة تعرف على أنها شركة تستتر عن الغير ولا تتمتع بشخصية اعتبارية ولا تخضع لإجراءات الشهر ولا تقيد في السجل التجاري. هذه هي أهم جزئية نريدها أو نريد أن نتعرف عليها في شركة المحاصيل، إنها شركة مستترة لا تتمتع بشخصية اعتبارية لا تخضع لإجراءات الشهر لا تقيد في السجل التجاري لا يكتب عقد تأسيسها أمام كاتب عقد. هذه هي أهم الخصائص المطلوبة في شركة التوظيف المحاصيل. أول من شركات الأشخاص لأنها تقوم على الاعتبار الشخصي والثقة المتبادلة بين الشركاء. ثانيا مستترة، مستترة بمعنى أن أصحاب الشركة لا يتعاملون باسمها في الأسواق، يتعاملون باسمهم لصالح الشركة، بمعنى أنها تكون مخفية في معاملاتها. لا تتمتع بشخصية اعتبارية أو معنوية. ليه؟ لأنه أصلا لا يكتب عقد تأسيسها أمام كاتب عدل ولا يتم قيد في السجل التجاري ولا يتم شهرها، وهذه هي وسائل اكتساب الشخصية المعنوية وغير موجودة في شركة المحاصيل. أيضا هي شركة تجارية معترف بها، يلجأ لها عادة التجار لأن إجراءات تأسيسها بسيطة وسهلة وغير مكلفة ولا تقيد في السجل التجاري. هذه الشريحة تمثل أهم الجزئيات التي نريد أن نتعرض عليها من شركة المحاصيل. يتم تأسيسها أو تكوينها بذات الطرق التي تقوم بها بقية الشركات إذا الشركات، كتابة عقد التأسيس فيكون هذا العقد مستوفيا للأركان الموضوعية العامة والأركان الموضوعية الخاصة. ملكية الحصص، إما أن يحتفظ كل شريك بحصته ويعمل فيها لصالح الشركة أو يتم جمعها لدى واحد من الشركاء هو الذي يديرها في هذا الحال. تنقضي بأسباب الانقطاع العامة لأنها واحدة من الشركات الوردت في نظام 1437، كما تنقضي بأسباب الانقطاع الخاصة لأنها تعتبر من شركات الأشخاص. ننتقل بحديثنا الآن الشكل الثاني من شركات الأشكال من 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 أشكال الشركات اللي هي شركات الأموال. وهذه هي الشركات التي تقوم على الاعتبار المالي فقط، لا يوجد فيها اعتبار شخصي، ومن أهمها شركة المساهمة. تعرف شركة المساهمة على أنها الشركة التي يقسم رأس مالها إلى أسهم متساوية القيمة وقابلة للتداول. نحن نعرف على أن القيمة الإسمية للسهم هي 10 ريال، إذا يقسم رأس مالها إلى أسهم متساوية القيمة وقابلة للتداول. وسبقا ذكرنا أن النظام استثنى أنه يجوز أن يتم تكوين شركة مساهمة من شخص واحد، يسموها شركة الشخص الواحد. من هذا التعريف بنجد عدد من الخصائص للشركة. أول خاصية رأس مالها، شركة المساهمة يجب أن يكون رأس مالها متناسب مع غرضها. يعني الشركة المؤسسة عشان تعمل في مجال الطيران رأس مالها يتناسب، أما الشركة المؤسسة لكي تعمل في مجال الخضر والفاكهة يتناسب رأس مالها معه. لكن النظام ذكر أنه في كل الأحوال يجب أن لا يقل رأس مال شركة المساهمة عن 500,000 ريال، على أن يدفع 25% من هذا رأس المال عند تأسيس الشركة. 2، اسم شركة المساهمة، لأنها من شركات الأموال اسمها يكون مستمد من غرضها. يعني زي ما ذكرنا أمثلة، شركة سعودية للأسمنت، شركة سعودية للغذاء والأدوية، شركة الخطوط الجوية السعودية وهكذا. لا يجوز أن يدخل فيها اسم شخص طبيعي إلا في حالات قليلة واستثنائية وضحها النظام. خاصية ثالثة، المسؤولية المحدودة للشركة. شركة الشركاء في شركة المساهمة مسؤوليتهم محدودة بحجم حصتهم في رأس المال. يعني اللي ساهم في رأس مال الشركة ب100 ريال والشركة تخسر 100,000 ريال، هو غير مطالب بأن يدفع أكثر من 100 ريال عن ديون والتزامات الشركة في هذا المقام. كيف تؤسس شركة المساهمة؟ بنعرف ابتداء من هو المؤسس. المؤسس كل من يوقع على عقد تأسيس يسمى مؤسس،
كل من يتقدم بطلب للترخيص بتأسيس الشركة يسمى مؤسس، كل من قدم حصة علمية عند تأسيس الشركة يعتبر مؤسس، كل من اشترك فعليا في إجراءات التأسيس يعتبر واحد من المؤسسين. وحديثنا هذا لأنه المؤسس في الشركة بيكون له كثير من الامتيازات التي حفظها له النظام. طيب ما هي إجراءات التأسيس لو أردنا أن نؤسس شركة؟ ابتداء نقوم بتقديم طلب إلى وزارة التجارة والاستثمار مرفق معه عمل تأسيس الشركة ونظامها، نطلب بموجبه السماح بالبدء في إجراءات تأسيس شركة. إذا وافقت الوزارة على هذا الطلب نبدأ في طرح إجراءات طرح الأسهم للاكتتاب إذا كانت الشركة مفتوحة، وذلك وفقا لنظام السوق المالية. أما إذا كانت مغلقة يتم الاكتتاب بين الشركاء بين المؤسسين فقط. مرحلة بعدها تتم دعوة الجمعية التأسيسية للانعقاد، والجمعية التأسيسية هي أول جمعية تعقد في حياة الشركة، وتعقد هذه الجمعية مرة واحدة، والنظام حدد متى يتم عقد هذه الجمعية التأسيسية. وبعد ذلك حدد قال مسموح لكل مساهم في رأس مال الشركة حتى وإن كان يمتلك سهما واحدا يحق له أن يحضر اجتماعات الجمعية العامة للشركة، طيب الجمعية التأسيسية للشركة، ويشارك في مداولتها. ما هي مهامها واختصاصاتها؟ أولا تتحقق من أن الاكتتاب قد تم في كل أسهم الشركة. ثانيا تتحدث عن تقويم الحصص العينية هل مناسبة أم لا. ثالثا تقوم بإقرار النظام النهائي لنظام الشركة. رابعا تختار أول مجلس إدارة لشركة المساهمة على أن لا تتجاوز مدة هذا المجلس 5 سنوات، ثم تتحدث عن تقرير المؤسسين. انتهت من هذه الإجراءات نتقدم ثانية بطلب إلى وزارة التجارة مرفق بكل ما قلنا به من إجراءات لكي تعلن الوزارة أن إجراءات تأسيس الشركة قد اكتملت. بعد ما توافق الوزارة على هذا التأسيس بنأخذ نسخة من نظام الشركة ومن عقد تأسيس الشركة ونودعها في الموقع الإلكتروني لوزارة التجارة والاستثمار اللي هو السجل التجاري، وبدأ تكون الشركة قد اكتملت إجراءات تأسيسها وأصبحت شركة نظاميا وفقا لنظام الشركات الناقص 1437. في عدد من البيانات نص عليها النظام على أن هذه البيانات تعتبر ضرورية، لكن هي بيانات أصلا تكون موجودة في الاستمارات التي تقدمها الوزارة للجهات المختصة. إذا أردنا فيما تبقى من وقت لكي نتحدث عن إدارة شركة المساهمة بتتولاها 3 أجسام، هي مجلس الإدارة والجمعية العمومية ومراقب الحسابات. مجلس الإدارة يمثل السلطة التنفيذية بالنسبة للشركة، والنظام قال إنه بيتكون على الأقل من 3 أعضاء من 3 أشخاص ولا يزيد عن 11 عضوا، ودورتهم لا تتجاوز 3 سنوات، ويجوز أن تجدد هذه الفترة العضوية لفترة أخرى. المجلس عندما يتم اختياره عنده التزامات، من ضمنها يجب أن لا يكون للعضو مصلحة مباشرة أو غير مباشرة بأعمال وعقود الشركة، لأنه يكون في خلط بين المصلحة العامة والخاصة. أيضا لا يجوز للعضو أن يشترك في أي عمل من شأن منافسة في الشركة، يعني الشركة تعمل في مجال النقل يعمل بيزنس خاص بالنقل. أيضا الشركة لا يجوز أن تقدم قروض لأعضاء مجلس إدارتها لأنه بتؤدي إلى إضاعة أموال الشركة. أيضا يلزم أعضاء المجلس بأن لا يفشوا الأسرار التي تحصلوا عليها بحكم عضويتهم في مجلس إدارة الشركة. المجلس عنده أوسع السلطات في سبيل تحقيق غرض الشركة، وعنده كل السلطات ما لم تقيد، يعني مثلا إنه ما يعقد القروض، بيع أصول الشركة، بيع محل الشركة، إبراء ذمة المدينين، هذه جميعها إذا نص النظام بتغييرها فيجب عليه أن لا يتصرف فيها إلا بموافقة الجمعية العامة للشركة. أيضا مجلس الإدارة يعمل بموجب مكافأة، المكافأة هذه حدد المجلس أو حدد النظام خياراتها، فإما أن تكون مبلغا معينا أو بدل حضور جلسات أو مزايا عينية أو نسبة من صافي الأرباح، ويجوز الجمع بين أي 2 منها،
النظام ايضا ذكر انه يمكن ان تكون المكافأة هي نسبة من صافي الأرباح، وإذا كانت نسبة من صافي الأرباح يجب أن لا تتجاوز 10%. أخيرا النظام ذكر على أنه في كل الأحوال يجب أن لا يزيد ما يتقاضاه عضو مجلس الإدارة خلال العام عن 500,000 ريال في كل حالة من الأحوال. هذه هي الجزئية المتعلقة بمجلس إدارة شركة المساهمة، ومجلس الإدارة هم مسؤولين أمام الشركة وأمام الشركاء عن كل الأعمال التي يعملوها وتكون متجاوزة الحدود صلاحيتها. بذا نصل إلى نهاية هذه المحاضرة، وإلى أن نلتقي بكم في محاضرة قادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.